رساله كنبغي نوصل لوزير الصحه بان كاين الاهمال الطبي في ضد الطوفار وكيسمحوا في الناس تما شادين عليهم سناسل باب. كاين عندي الشهود انهم كيدخلوا لهم غير الماكله، الاطباء كيدخلوا يومين على يومين على ثلاث ايام كيدخلوا، ما عندهم لا تنفس اصطناعي، ما عندهم لا انعاش لا والو، عاملين لهم طوبو معهم اخرهم ديال الاكسجين. واش هما فيهم الروع؟ الناس كت الاخت ديالي توفات لي الاخت ديالي تما نهار السبت 11 في ضد الطوفار، مستشفى ضد الطوفار، دخلنا الاربع زاد عليها الحال تما، زاد عليها الحال عملت لها سكانو دخلنا تما، قال لك غتدخل فيها كوفيد 19، دخلوها شدوا عليها يومين ما عطاوها لا دواء لا والو. الدكتور السباعي وعائشه الصوابني هما اللي مسؤولين على هما اللي مسؤولين على دول على الحالة دول الوفاة دول الأخت ديالي، دخلوها تما وشدوا عليها لا دواء لا رعاية لا والو. ومشيت كنفتش زاد عليها الحال الأخت ديالي، كنفتش على الدكتور السباعي، جبرتو في كابينيت فريدة العابدين إبريا كيدوز من الناس تما، هو سامع وسامحين في عباد الله تما بلا رعاية ولا والو. قتلو ختي تزاد عليها الحال خصها التنفس الاصطناعي، قال لي انا عيط لك الدكتور عائشة الصوابني، عيط لها عائشة الصوابني، قتلو مشات عندها شافتها قالت لها شني خصني، قالت لها خصني تنفس الصناعي، راه صدري كيحرقني ما كنقدرش نتنفس، قالت لها واخا. مشات نهار شي الجمعه في الصباح مشات وسمحت فيها، الجمعه السبت بالليل قطعوا لهم اكسجين في 2:30 دار لي الناس كتهرس عليهم بيبان، حتى واحد ما تسوق لهم، حتى واحد ما شاف فيهم، كيجيو الفريمنيات كيسيبوا لهم الدواء تما الماكله كيمشيو بحالهم. اختي اللي توفات مع الخامسه الصباح، وماشي هي اللي توفات، توفوا الناس بزاف قبل منا، توفات السيده قبل منا بلا رعايه ثلاث ايام وهي في الغيبوبه مسيبه تما، لا اكسجين لا سيرون لا ماكله لا والو، قعدت تما ثلاث ايام مسيبه مسكينه وتوفات. اخي كنوجه هاد الرساله هادي باش يتحرك فيهم الضامر، واش ما عندهمش الانسانيه، واش كيمشي ينزل راسه على مخده، واش ما كيرتاح ملي كينزلوا راسهم على مخده، واش ما بقاتش فيهم الانسانيه وكيادوا القاسم على دمينا هادي، راه واحد مسؤوليه كبيره يتحاسبوا عليها قدام الله عز وجل على كل الروح اللي مشات تفقدات بسبب اهمال طبي. سون بوغ سون كاين اهمال طبي في دوطوفار وفي محمد الخامس، ارتفع عدد الوفيات بسبب اهمال طبي، ما كاين لا اجهزه ديال التنفس الاصطناعي، ما كاين لا انعاش لا والو، خليهم تما. كيقول لك مدير الديريكتور ديال دو طوفار بيدو، قال لي انا ما عندي ما نعمل ما عنديش اكسجين، قلت له اعطيها لي ديختين كلينيك ديال نجي اي مستشفى، ما تشدليش عليها وتخليها لي تما كتموت، حتى تموت كيعرفوا يجيبوا لي الصندوق حشيهم في الصندوق ويديهم. بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقول لك ما كاينش كورونا، واش كاين كورونا؟ لا كورونا كاينه صراحه، انا دازوا فيا الاعراض ديالها، والاعراض ديالها كتختلف على حسب مناعه الانسان، كل انسان على حسب الحال، مثلا الاطفال ما كتاثرش فيهم بحال الناس كبارين، امراض مزمنه كتاثر وكتقدر تؤدي حتى الوفاه، بحال الاخت ديالي راه كان عندها مرض مزمن وتوفات مسكينه الله يرحمها. والحاجه المشتركه كتبقى بين الناس كاملين هي حاسه الذوق والشم، الا مشات لك حاسه الذوق والشم كتكون راه كورونا كاينه.